عودة إلى الخبر الأبرز، وهو استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها. ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل سيتحدث معنا عن هذا القرار الهام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني، فقد امر نائب العام بالافراج عن 151 محبوس احتياطي، كيف ترى هذا القرار؟ يعني ارى هذا القرار هو يعني قرار من عده قرارات سابقه بتمثل نهج جديد للجمهوريه الجديده. نعم، جمهوريه بتحترم الدستور والقانون وتحترم الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس في 2021 منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني. الوطني بيشتغل بجدية على هذا الطريق. نعم، توصيات الحوار الوطني التي خرجت مؤخرا الرئيس أمر بتنفيذها وحلق الحكومة للتنفيذ بمجلس النواب. قرارات الإفراج بتتم تباعا من خلال تلك التوجيهات الواضحة. نعم، التي أظهرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أجهزة الدولة بما فيهم لجنة العفو الرئاسي، بأن يتم بحث حالات المحبوسين احتياطيا والإفراج عنهم. النائب العام اليوم نفذ هذه التوجيهات وأصدر توجيهات هو لرئيس نيابة أمن الدولة لكي يعني تجري تصفية للمحبوسين احتياطيا. نعم، اتجاه جديد لم يكن مطروحا في الدولة المصرية من قبل في العقود الماضية، ولكنه الآن أصبح نهج للدولة المصرية. من الممكن هناك يكون في أبناء لها أخطائهم. نعم، وضلوا الطريق ويطبق عليهم القانون ويقدموا الى النيابه العامه للتحقيق، تحقيق حر محايد يعني خاضع للقانون والدستور، ولكن في نفس الوقت هم ابناء للدوله. نعم، هي من باب من ان واخر بيتم مراجعه تلك التحقيقات والافراج عنهم بعد ان يتم يعني مناقشه هؤلاء المحبوسين. لكن استاذ ناجي، اهميه هذا القرار ونفعه الايجابي على المفرج عنهم تحديدا. لا، ده احياء جديد، احياء لهم وليس للافراد المحبوسين احتياطيا، ولكن بمثابه احياء لاسرهم وبس الامل والحيويه بين افراد الاسره كلها. نعم، يعني اذا كان 151 شاب النهارده تم الافراج عنه اخلاء سبيله وكان محبوسا احتياطيا، فدي معناها 151 اسره ادخل هذا القرار السعاده عليهم جميعا. واذا كان 151 اسره هم لهم يعني اصدقاء ودرجات اخرى للاقارب، هذا القرار اسعدهم. يعني انا استطيع اقول لك ان هذا القرار اسعد المئات من الاسر المصريه التي كانت تتوجع من وجود ابناء لهم خارج داخل الاسوار. هذا القرار ليس فقط انه احيا هؤلاء الابناء وضعهم مره اخرى على طريق القويم، وانما ايضا يعني اعطى الامل للاسر المصريه ان ابنائهم ممكن يواصلوا مشوارهم، اذا كانوا في الدراسه يواصلوا دراستهم، اذا كانت اعمالهم يعادوا لاعمالهم، وده عظمه. للحديث عن هذه النقطه تحديدا الاستاذ ناجي، 151 مفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، اليوم تم الافراج عنهم ايضا، ما هم من ابناء الوطن، ما بعد هذا القرار؟ ماذا بعد هذا القرار وما الذي يجب على الدولة والمجتمع فعله لدمج هؤلاء مرة أخرى للمجتمع المصري؟ لا، ده دمج هؤلاء في المجتمع ده قرار أيضا رئاسي تم توجيهه إلى لجنة العفو الرئاسي وتم العمل به من قبل. نعم، لذلك هيصاحب قرار إخلاء سبيل 151 إدماجه في المجتمع. من كان في الدراسة سوف يعود إلى مقاعد الدراسة، من كان يعمل سوف يعود إلى عمله، بل ايضا من كان خالي عمل من الممكن ان يبحث له عن عمل مناسب له. نعم، لان ده اتجاه الدوله ان لا تترك ابنائها في محب الريح. ولكن انما يتم اخلاء سبيلهم وفي نفس الوقت توفير الحياه المناسبه لهم لكي يصبحوا مواطنين يعني عشان يكون هذا البلد يعملوا من اجله، بعد ان يوفر لهم كافه الضمانات للعمل والانطلاق وتكوين اسر او استكمال دراسه. لذلك ليس دي هذه المرة الأولى التي يتم إدماج المحبوس المفرج عنهم أو المخلي سبيلهم، ولكن تم العمل بها في القرارات السابقة، وخاصة إن احنا يعني أصبحت قرارات متلاحقة. يعني احنا الآن يعني نعيش فرحة إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا لكي ندخل فرحة جديدة بإفراج عن عدد آخر من المحبوسين احتياطيا وهكذا توليك.
مساندها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني، ومصر تعيش هذه الحاله ان هي لا لا لا, لا, لا انها دائما تلتمس الاعذار لابنائها، دائما اذا كان اخطاوا بيتم التحقيق وتوجيههم، ولكن الدوله حريصه على ان تضع هؤلاء على الطريق القويم والطريق الصحيح، الطريق الوطنيه المصريه الخالصه بالافراج عنهم واخلاء سبيلهم. نعم. لذلك هي يعني هي فرحه للحياه للحوار الوطني وتوصياته، فرحه الاحزاب السياسيه اللي هي بتطالب ونحنهم باخلاء سبيل هؤلاء المحبوسين وخاصه المتهمين في قضايا النشر والراي والتعبير، هي فرحه مصريه عامه عارمه، يعني تؤكد ان الدوله المصريه بتشارك في كل الاتجاهات. الرئيس بالامس كان في تركيا من اجل يعني قضايا اقليميه ومحليه، والنهارده يتم اخلاء سبيل 151 مصري يعني تخلي الفرحة والبهجة على 150 أسرة. لكن أستاذ ناجي، سؤال أخير، هل من وجهة نظرك أصبح المجتمع أكثر تقبلا لدمج هؤلاء؟ طبعا هذا المجتمع أكثر تقبلا لدمج هؤلاء، وخاصة أن هم هؤلاء المفرج عنهم، لأن كان من خلال مراجعات هم نفسهم يعني عرفوا أن الطريق هذا الطريق مش صحيح، وأن عليهم أنهم يحترموا الدستور والقانون، وأن الحرية حرية مسؤولة، وهذه الحريه المسؤوله معناها اذا كانت هي بتقدس حريه الفرد، فان حريه الوطن يعني والموضوعيه في اعلان هذه الحريه لابد ان تكون حريه مسؤوله. هذه الحريه المسؤوله يعني نقدس فيها حريه الفرد، بالتأكيد في نفس الوقت نقدس فيها حق المجتمع وامنه. لذلك هي منظومه متكامله بتعملها النيابه العامه وبتساعدها فيها من اعداد لجنه العفو الرئاسي بعد توسعها. نعم. وايضا يعني بيضعها على الطريق الصحيح تلك التوصيات التي خرج من حوار وطني حول ضروره اخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، وايضا ما يجرى من مناقشات لاصدار القانون للاجراءات الجنائيه الجديده لحد السقف للحبس الاحتياطي. وصلت الصوره استاذ ناجي، وهو دل الرئيس ايضا حاله الى الحكومه لكي يجري تنفيذه على الفور. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، شكرا جزيلا لك.